بهذه المناسبة لا بد من توجيه التحية إلى أمهات الشهداء أولا، إلى الخنساوات الكثيرات في هذا الوطن، وتحية من القلب لكل أم تهدهد سرير طفلها من أجل أن يكون عنصرا بناء وفاعلا للمجتمع. بكل لغات العالم أعايد الأمهات طبعا، أو بالبداية أمهات الشهداء، شهداء سوريا ونساء سورية وأمهات سورية، لأنهم الأكثر النساء اللي عانوا بهالفترة، فترة الأزمة، كان يعني عنائهم مضاعف، لذلك أنا أعايدهم بهالمناسبة، وإن شاء الله دائما يكونون هم بخير، وهم الصابرات، وهم المعطاءات، هم الحنونات، هم اللي أكثر عطاء، وإن شاء الله يفرحون دائما بأولادهم. أنا كأم أحب أعايد أمهات الوطن العربي السوري جميعهم، وأحب أعايد أمي لأنها بعيدة عني، وأتمنى المعايدة للأمهات كلياتهم، وأتمنى سوريا الحبيبة أمي وأرضي تظل بخير وهي أم الكل. مناسبة عيد الأم، كل عام وكل أم فاضلة بألف خير، وكل أم إنسانية بألف خير، كل أم خيرة بألف خير، كل عام وأمي سوريا وطني أرضي بألف ألف ألف خير. صباح الخير لكم. طبعا نحن هون بالحسكة محتفلين بعيد الأم، وما يعني احتفالات على مستوى المجتمع، على مستوى المدارس، على بشكل عام يعني الجو كتير حلو ما شاء الله يعني، ومبسوطين بعيد الأم والعالم كلها. إن شاء الله يا رب تكون سوريا بخير وأمهاتنا بخير، وإن شاء الله كل سنة وأنتم سالمين. كل عام وأمهات العالم بخير، وأنا السنة هاي أفقد والدتي لأنه توفت العام، الله يرحمها، وكل عام وهم بألف خير أمهات العالم. الأم مدرسة، إذا أعددت أعددت الشعب طيب العراقي، لا يمكن أن نوفيها، لا يمكن أن توفيها الكلمات، لا يمكن أن نوفيها بأي شيء نعمله لأجلها، لأنها قدمت ما لا يستطيع أحد في هذه الدنيا أن يقدمه لأبنائه. نعايد الأم سورية، الأم التي لا تعوض، ونعايد أمهات شهدائنا الأبرار الأبطال الذين قدموا أرواحهم فداء لهذا الوطن، وأخص بالمعايدة والدتي العزيزة وأمهات سورية الحبيبة جميعا. في هذه المناسبة الجميلة لا تكفي كل عام أنت بخير أمي، الأم هي تاج على رؤوسنا. أماه يا ذات الجمال الباهي، لولا الإله لقلت إنك إلهي.